الله يهدي الحجة مسعده، تعبتني يا حج مبروك يا حج مبروك. وانا كم جهدي؟ اسمعني شويه. والمراه تحفظ لسانها وتقتصد في صرفه البيت وتحافظ على بيتها وزوجها. والرجال يسد اذانه من قالوا قالت، ويحفظ لسانه ما يغلطش على مرته، ويحافظ عليها ويصونها ويدي لها حاجتها. ايوه، المراه لها حقوق وواجبات، وتوبر زوجها وعيالها وبيتها بما يرضي الله ورسوله. والرجال له حقوق وعلى واجبات، يشقى على جاله وبيته ومرته ويوفر حاجاتهم، وما يمكنها شيء خيط، يصبر على بيته وجاله. ايوه، والمرأة ايضا تضحك لزوجها وتصبر عليه، مش تمكنها حن وقع على كل صغيرة وكبيرة. ولا هات 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 كم جهده. والمرأة هي بتتعب في البيت، نظافة وغسيل وطباخة وتربية شاء، قد تفعل جهدها. رسول الله صلوات الله على وآله قال، استوصوا بالنساء خيرا، فهمت؟ نعم، والمرأة أيضا تدبر وتقتصد وتقدر ظروف زوجها وتقدم مصلحة بيتها وجهالها، وما تفعل كاملة في البيت العطل، فيجي يهجها ويقنيها ويصيح عليها وما بشيدها حاجة. كان أقل شيء يصبر، والكلمة الطيبة تكسر العود يا يابس. اي والله، المرأة نور البيت، والبيت السعيد يشتي مرأة صالحة ورجل صالح، يربوا عيالهم على ذكر الله وحب رسول الله، وينتبهوا لهم من التلفونات والحرب الناعمة، كما هي تفسد الجيل وتغير الهوية. وكلمة وعشر سوا.